بنكمل المحاضرة لأن المحاضرة ما أخذنا فيها إشي كثير، بنكملها. سي بي ناقص سي في بساوي هاي العلاقة النهائية. فخلينا نحكي إنه هاي العلاقة هي علاقة عامة بين كميات جميعها خواص للنظام في أي حالة اتزان. يمكننا حساب الكميات في الطرف الأيمن من معادلة الحالة، وبالتالي فإننا نستطيع إيجاد سي في إذا قيست سي بي. وهذا مهم جدا. ليش؟ لأنه في عندنا دائما سي في في حالات كثيرة كالمواد الصلبة لا يمكن قياسها، لذلك احنا بنقيس سطح الضغط ثابت اللي هو السي بي، هاي بنقيسها ثم نوجد اللي هو السي في. طيب المعادلة زي ما حكيت لكم، هاي المعادلة اللي هي 4.9 من معادلة الحالة ومن معادلة الطاقة نستطيع أن نوجد هاي اللي هي سي بي ناقص سي في. طيب في عندي آخر أول شيء لاحظته، أول شيء بدينا بعملية خاصة هي عملية ثبات الحجم، والثاني عملية ثبات الضغط، الثالث عملية ثبات درجة الحرارة. فإذا كانت هاي المعادلة اللي هي بثبات درجة الحرارة، طبعا هاي المعادلة الأساسية اللي احنا اشتقيناها، يعني خلينا نذكركم فيها، نرتفع اللي هي بدي احكي لكم هاي تعادل اي وحدة، نطلع فوق اللي هي لما بدينا نشتق، لاحظوا هاي المعادلة 4.4 حكينا دي تي بيساوي زيرو، هاي دي تي بتساوي زيرو، فاذا هون بنحط زيرو شو بصفي عنا؟ انه فقط الحد الثاني من المعادلة. فبنرد نرجع للمعادلة 4.10 عشان انت نكون متابعين يعني ايش اللي قاعد بصير. بنرد نرجع لمعادلة 4.10، فبصير عندي هاي زي ما شطبنا الحد الاول، بصير عندي دي يو على دي بي بثبات درجة الحرارة زائد دي بي زائد دي في بثبات درجة الحرارة. طيب فاحنا هاي لو ادخلنا الدي في تي على المعادلة تصبح، خلينا نحكي ادخلنا يعني هنا ادخلنا هذا الطرف هذا ادخلناه جوا القوس، فاصبح عندي الحد الاول دي يو على دي في بثبات الحرارة في دي في تي زائد بي دي في. طبعا هذا شو بدلنا؟ شو تحوي هاي المعادلة 4.10؟ سريان الحرارة اللي هو دي فتحة كيو تي إلى نظام في عملية منعكسة بثبوت درجة الحرارة يساوي مجموع الشغل اللي هو أي وحدة مجموع الشغل، مجموع الشغل هو الحد الثاني اللي هو بي دي في، هذا هو الشغل، والزيادة في طاقة الداخلية، زيادة في طاقة الداخلية اللي هو الحد الأول، يعني الشغل هو الحد الثاني من معادلة 4.10 اللي هو البي دي في التغير في الحجم، والحد الأول هو التغير في الانترنال انرجي. معنى هذا الكلام انه يعني في عندي سريان حرارة ولو انه لا يوجد تغير في درجة الحرارة يوجد سريان في الحرارة، هذا السريان في الحرارة ناتج عن الشغل على النظام، والنوع الثاني اللي هو التغير في الانترنال انرجي، التغير في الطاقة الداخلية للنظام. طيب هسا ما بنقدر احنا نعرف اللي هو السعة الحرارية بثبوت الحجم. لاحظوا احنا عرفنا سي بي وسي في اللي هو السعة الحرارية النوعية بثبات الضغط والسعة الحرارية النوعية بثبات الحجم، بس ما في عندي اشي، عندي اشي اسمه دي فتحة كيو انه هي بتساوي سي تي في دي تي. ليش؟ لانه اصلا احنا معرفين السي اللي هي السعة النوعية هي دي كيو على دي تي، فلما يكون دي تي بيساوي صفر معناته السعة الحرارية النوعية حتى يعني بيكون في سريان حرارة بس ما بيكون في عندي تغير في درجة الحرارة، لذلك بهاي بيكون عندي السعة الحرارية النوعية بثبوت الحرارة شو بتصير؟ تساوي زائد ناقص ما لا نهاية، وهذا ما بصير يعني انه السعة الحرارية ما لا نهائية. طبعا حكيت لكم في دي فتحة كيو موجود، بس انه نعرف انه السعة الحرارية النوعية اللي تعريفها الكيو على تي او دي كيو على دي تي، ما في عندي دي تي لانه دي تي بيساوي صفر، لذلك نقول ان النظام في العملية الايزوحرارية يتصرف كما ان له سعة حرارية لا نهائية، حيث يمكن ان تسري الى النظام او منه حرارة دون ان ينشأ هناك تغير في درجة الحرارة. يعني هذا السطر الاخير هو ما تعنيه هذه المعادلة، هذا السطر اللي احنا كتبناه هنا.
طيب هسه اخر اشي العملية الرابعة، يعني احنا قاعدين ناخذ عمليات بالترتيب، اخذنا دي ثبات الحجم، ثبات الضغط، ثبات الحرارة. هسه عم نيجي عند عملية أدياباتيكية منعكسة. العملية الأدياباتيكية المنعكسة بتكون فيها التسرب في الحرارة بيساوي زيرو. هاي اهم اشي في العملية الأدياباتيكية المنعكسة، دي فتحة كيو بيساوي زيرو. هاي هي الأدياباتيكية. لما نطبق هذا الكلام دي فتحة، طبعا كله بنرجع دائما لاي معادله، لاول معادله اللي هي خليني ارجع لكم عليها عشان تكونوا عارفين احنا عن ايش بنتحدث. زي ما رجعنا قبل شوي، احنا قاعدين نتحدث عن المعادله اللي هي رقمها 4 4. لاحظوا 4 4 هاي المعادله اللي قدامنا هنا. هاي المعادله هاي دي فتحه كيو بتساوي دي يو دي تي، دي يو على دي تي، وفيها حدين، واحد بيعتمد على دي تي والثاني على دي في. طيب لما نحط الطرف الايسر هذا دي فتحه كيو بيساوي زيرو، ننتقل. طبعا لاحظوا احنا عرفنا الحد الاول هذا اللي هو السي في عرفناه، فبنيجي بننتقل للي هي المعادله 4 11، لان الواحد هيك بده ينتقل في الملف البي دي اف هذا من. طيب لاحظوا هسه احنا بنعبر عن الطرف الايسر هذا سي في في دي تي على دي في. هذا الرمز اس بيدل على ايه؟ على كميه فيزيائيه لسه ما اخذناها اسمها الانتروبي. يعبر رمز السفلي اس على حقيقه ان الانتروبي ثابته في عمليه ادياباتيكيه منعكسه. هذا راح نشوفه كمان في الفصل، يعني توقع الاخير اللي هو القانون الثاني في الثيرمودينامكس. طيب اذا لاحظوا هذا، خلينا نحكي هذا قانون كمان، خلينا نحكي كانه حفظ، اللي هو السي في السعه الحراريه النوعيه بثبوت الحجم بيساوي التغير في الحراره مع التغير في الحجم عند ثبوت الانتروبي. هذا الطرف الايسر، والطرف الايمن من المعادله هو التغير في الحراره مع التغير في الحجم بثبوت درجه الحراره زائد البريشر. فهذا كمان يعتبر قانون له تطبيقات، له أسئلة عليه أسئلة. فإحنا لاحظوا هذا أول مثال اللي هو مثال 4 1، وهو في الكتاب كمان نفس المثال اللي هو مثال 4 1. معطينا اليو اللي هي الانترنال انرجي لغاز فاندر باس اللي هو بيساوي سي في في تي ناقص 1 على V زائد كونستنت. المطاليب أثبت، أول شيء أرسم سطح يو في تي باعتبار أنه سي في ثابتة. طبعا هذا سطح اللي هو بده يكون ثلاثي الابعاد، هذا السطح ما يعني ما بنقدر نرسمه هون، بس انه خلينا نحكي. واثبت كمان انه لغاز فاندر باس انه سي بي ناقص سي في بيساوي هذا الحد اللي هو 1 على 1 ناقص 2 A في في بي ناقص بي تربيع على ار تي بي تكعيب. الحل طبعا، الحل اول اشي خلينا نحكي السطح خلينا نحكي انه بدي ارسم انا ايزو حراري وايزو حجمي. الايزو حراري اول شيء لما نعتبر هذا الحد الاول اللي هو هذا الحد ثابت اللي هو الحراره هنا اول شيء سي في، فبتكون العلاقه بين يو وفي ايش؟ اللي هو قطع ناقص، اللي هو يو بتساوي اللي هو كونستانت على في، يعني كانه بنرسم الواي بتساوي اي على اكس. هاي الرسمه هاي عباره عن قطع ناقص. والايزو حجمي لما نعتبر الحد الثاني هذا الفي هو الكونستانت، بيكون عندي العلاقه بين اليو والتي ايش؟ لينير، حيث يو بتساوي سي في في تي زائد كونستانت. طبعا هذا الكونستانت كله اللي على اليمين كونستانت، فبتكون العلاقه بين يو وتي هي علاقه اللي هي خطيه. لذلك خلينا نشوف هنا بالرسمه زي ما انتم شايفين، يو مع في بثبات هذه هي علاقه قطع ناقص، ويو مع تي هي عبارة وين هون يو مع تي هي علاقة خط مستقيم. طبعا مش محددين يعني بالضبط يعني كيف شكلها، بس هاي عرفنا انه كيف علاقة اللي هو مسقط يو مع سمول في واليو مع تي. يو مع تي اللي هو بيكون عندي عبارة عن خطوط مستقيمة لينير، ويو مع في بيكون عندي بتتناسب مع 1 على V. طيب السؤال الثاني اللي هو سي بي ناقص سي في، من نطبق اي علاقة؟ من نطبق علاقة 4 9.